إذا مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذا الخبر اللي صراحة نزل مفاجأة على المغاربة. الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي. إذا أعلنت السلطات الجزائرية مساء اليوم الأربعاء أنها قررت إغلاق مجال البلاد الجوي امام الطائرات المغربيه وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم الاربعاء وجاء في بيان نشرته الرئاسه الجزائريه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تراس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الاعلى للامن خصص لدراسه التطورات على الحدود مع المملكه المغربيه واضاف البيان بالنظر الى استمرار ما اسمتها ما اطلق عليه في هذا البلاغ الاستفزازات والممارسات العدائيه من الجانب المغربي يقول بلاغهم حيث قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنيه والعسكريه المغربيه وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم. وكان الرئيس الجزائري القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تابون يقول البلاغ قد تراس اليوم الاربعاء اجتماع للمجلس الاعلى للامن حسب ما افاد به بيان للرئاسه رئاسه الجمهوريه. اذا اش غادي نقول لكم؟ آه الله ينعل بوهاجوره، هادشي اللي غادي نقولوا نديروا بعدا العالم الوطني آه المغربي غادي نبداو غادي نبداو من آه محلل عسكري، هما اللي عندهم الاعلام ديالهم حتى حنا بطبيعه الحال عندنا الاعلام ديالنا وكندافعوا على الوحده الترابيه ديالنا وكندافعوا على الصحراء المغربيه ديالنا، والاعلام المغربي صراحه اعلام آه قوي بالمغرب وخارج المغرب آه، غادي نبداو التحليل ديالنا ب آه، عسكري جزائري على قناه الشروق الجزائريه اش قال لهم؟ قال لهم اي طائره مدنيه او عسكريه مغربيه تمر من اجوائنا اصبحت الان هدفا مشروعا للطائرات الحربيه الجزائريه الله اكبر او انت هذا مالو وانت مالنا دايرين رحنا شحال وحنا كنمدو لكم اليد ديالنا واش علنتوا الحرب من جانب واحد ولا اشناهو ترى خطير هادشي اللي كيقول السيد هذا نعود نقولها واللي بغى يشارك معنا في البرنامج مرحبا به يعطي الراي ديالو غنقول لكم الله ينعن بوها هذا هاد الرئيس سابون عندهم كيبان لي رئيس مختل عقليا مع جنرالات عجزه اش غتنتظر منهم على المغرب اش نقول لكم واحد الحاجه اش غيديروا مع الاقمار الاصطناعيه ديالنا واش حتى هي ممنوعه ولا يبغيو يطيحوها هو هادشي اللي بقى اذا على هذا الحساب هذا ومع هاد الجيران الزينين عندهم نهزو مغربنا ونرحلو بين المريخ صافي بغاو يقطعوا علينا كلشي زعما حيث الا بقينا هنا عند بالهم غنموتوا بالجوع ولا العطش صراحه صراحه انا شخصيا ما كنتش كنتخيل او نتصور كميه الحقد والغل اللي كيكرهون به النظام الجزائري ماشي الشعب الجزائري الشعب الجزائري شعب طيب هو غيخلقوا الحدود البريه قطعوا العلاقات ودابا كيمنعوا الطيران المغربي من التحليق في الاجواء الجزائريه واش هادو لباس او لا ما عندهم باس يقول المثل المغربي اللي عنده باب واحد الله يسد عليه المغرب للجميع بلاد التعايش والاستقرار والصحراء مغربية وغتبقى مغربية تحت شعار الله الوطن الملك تأكدوا باللي آه المنجزات ديالنا راه تلقاوها الجنرالات عندهم واحد الصدمة وألم والحمى كاع ولكن تحية لمول المقص والقوات المسلحه الملكيه وكل اجهزه الدوله وعلى راسهم عاهل البلاد جلاله الملك محمد السادس نصره الله اجي اجي نقول لكم واحد الحاجه هناك تفسير واحد لهذا الشيء اللي كيوصلنا من الجزائر المغرب ولا عنده وزن في شمال افريقيا بل في افريقيا كامله موقع جيوسياسي فريد من نوعه تحالفات قويه مع اسرائيل امريكا ومع دول عظمى كثيره تبادلات تجاريه مع بريطانيا في التعاون العسكري والاسرائيلي والمغربي والتعاون العسكري مع المغرب وهذا الشيء كله هو اللي زعزع الرئيس تاعهم وجنرالاته وكانت الضربه قاسيه والصدمه قويه الصدمه كانت قويه واش نقول لكم واحد الحاجه هذا الشيء اللي جاي من هنا للقدام راه خاص يعرفوا راه كله كيلعب في مصلحه الوطن الحبيب ديالنا المملكه المغربيه ونتسناو اكثر واكثر من الجزائر ولكن باش غنواجهوا هذا الشيء كله ديالهم وقولوا باش بالنخال ونواصلوا التنميه والمنجزات وحنا بطبيعه الحال ما محتاجين ما محتاجينش ليهم ولكن اللي بغى اللي باغين هو الأخوة العربية الإسلامية والجورة اللي غنقول لهم باللغة العربية الفصيحة باش يتهمونا جميع الإخوة العرب من من الجزائر حتى اليمن حتى العراق إن غدا لناظره لقريب وسيصبح المغرب متقدما عنهم بأزيد من قرنين من الزمن التاريخ يسجل صراحة الله ينجينا من جار سوء علاش الحقد والكره من حكام الجزائر مالهم على هذه الحاله جلالة الملك تقريبا في كل خطاباته كيقول كي لهم نساو الماضي ونبداو صفحة جديدة في التعاون والتنمية والتقدم وأشياء كثيرة اللي كتهم مصلحة الشعبين الشقيقين المسلمين ولكن النظام كيطبق الخطابات ديال جلاله الملك بالمقلوب واش هاد الناس هادو مقلوب عليهم القفه ولا تصرفات صراحه تصرفات سبيانيه من النظام الجزائري عندهم لإطارة الانتباه بحال كيف كيحصل مع الاطفال الصغار يكسرون الصحون حينما يشعرون بالوحده والخوف وقله الاهتمام هادشي اللي كيوقع ولكن كي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أليس فيكم رجل رشيد بالجزائر الحبيبة اللهم اكفنا شرهم اللهم ولا بلاش حنا عقلاء ولكن رمشي كلهم مستهترين وحاقدين وما كان قصدش أبدا الشعب الجزائر الحبيب الطيب المضياف القصد الرئيس والجنرات نتاعو واش نقول لكم واحد الحاجه في الشهر الجاي وعقله غادي يجي الظهر ربما على الطيور القادمة من المغرب إلى الجزائر ثم على الأسماك التي تعبر البحر ثم على الرياح والشمس وشوفوا واش غيديروا لهم تاهوما راه كل شيء ممكن وإياه راهم شوية لاباس هاد الناس هادو الله يعفو وصافي لعب الدراري هذا هذا راه لعب الدراري الحمد لله الأكسجين ديال الله سبحانه وتعالى كون كان بيدهم كون قطعوه حتى هو وقيله هادشي راه بزاف على الحقد والحسد والغل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشافي وصافي وتسليم نطلبوا لهم حتى تسليم واش نقول لكم واحد الحاجة ضاعت الوحدة العربية صراحة ضاعت فين كجمال عبد الناصر والسادات وحافظ الأسد والحسن الثاني أيام ما كانوا كيناضلوا من أجل وحدة عربية وعملة عربية وعلم عربي فينكم الله يرحمكم اجيو تشوفوا الهبال تعتبون قال لهم اليوم والله يا بابا هلا الطياره فوق الجزائر والله يا تن يا تن واش عارف القوه تاع المغرب؟ واش عارف الاتفاقيات اللي دايره مع دول عظمى؟ على الشيطان اخر ما غادي نقول وهو انه ضاعت البوصله لمسؤولي الجزائر دمتم بخير والى اللقاء